فضيلة الشيخ، هذا الأخ أرسل بسؤال يقول: يتداول الناس عبر الجوالات بأن عام 2012 ميلادي هو نهاية الناس وقيام القيامة، وأنه لا بد من الاستعداد والعمل الصالح. حدثونا عن مثل هذا، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الاستعداد للقاء الله، الاستعداد لليوم الآخر بالأعمال الصالحة، فهذا أمر مطلوب، أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وورد الحث عليه في الكتاب والسنة. وأما معرفة متى تقوم الساعة فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل بحضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت في الجهل بوقت قيامها سواء، لأن الله طوى علم ذلك عن الخلق، اختص به سبحانه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والمطلوب منا الاستعداد بالعمل الصالح، أما أن نعرف متى تقوم الساعة هذا ليس من مصالحنا ولم نؤمر به. والذين يحددون هذا ويقولون ستقوم في يوم كذا، هؤلاء كذبة ومدعون لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا من المحاولات العابثة التي يقصد بها التضليل وادعاء علم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.